يترأس الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عند الخامسة مساء اجتماعا موسعا لبحث أوضاع مطار رفيق الحريري الدولي. يحضره عدد من الوزراء المعنيين وكبار القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين الإداريين في المطار. الرئيس الحريري استقبل في بيت الوسط الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. والتقى الرئيس الحريري رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الذي أطلعه على التحضيرات التي يقوم بها لعقد سلسلة من المؤتمرات. كما استقبل مطران جوني نبيل عنديري على رأس وفد من المطرانية في حضور النائب زياد حواط. وتم البحث في أمور مطلبية وحياتية تخص منطقة كسروان. صدر عن هيئة شؤون الإعلام في تيار المستقبل ما يلي: لكل ما يهمه الأمر إن كل ما ورد في مقال ميسم رزق في جريدة الأخبار اليوم حول تيار المستقبل مجرد تكهنات لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة. من دار الفتوى أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الوقوف وراء الخطوات كافة التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري لضمان استقرار لبنان وتشكيل حكومة بالطريقة التي يراها مناسبة. الدعم والوقوف وراء الخطوات كافة التي يقوم بها الرئيس سعد الحريري هو ما أكد عليه الأمين العام للتيار المستقبل أحمد الحريري بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. كان تأكيد على دعم الوقوف وراء كل الخطوات اللي بيقوم فيها الرئيس سعد الحريري لضمان استقرار لبنان ولتشكيل الحكومة بطريقة اللي بلاقيها رئيس حريري مناسبة واللي بتحافظ على موقعنا داخل البلد وعلى التوازنات الصحيحة بالبلد. معلينا زرع التفاؤل، مننا متشائمين لأنه أنا إيمان بربنا سبحانه وتعالى، وأنا إيمان بأنه الرئيس حريري نيته صافية من ناحية تشكيل حكومة منتجة لنلاقي التحديات اللي بدها تجينا، عشان التحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي بدها تجينا تحديات كبيرة بصراحة ناس تعبت. وفي دار الفتوى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه الذي بحث مع المفتي دريان في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة، كما جرى التداول في تعزيز التعاون بين البلدين. واستقبل مفتي الجمهورية رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي أشار إلى الوضع المطمئن للليرة اللبنانية والقطاع المصرفي. من كفر ذبيان أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري العمل على تطوير العلاقات اللبنانية السعودية في مختلف المجالات، داعيا إلى إرساء ثقافة الاعتدال. تقرير ربيع شنطف. في ربوع ثلج كفر ذبيان وتحت أشعة شمس كانون عقد لقاء فنجان قهوة 4 الذي دعا إليه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وحضره وزير الدولة لشؤون المرأة جان كاسابيان والسفير الإماراتي حمد الشامسي وحشد من الإعلاميين. اللقاء حمل عنوان أثير الأرز، دور الإعلام المسموع في تعزيز ثقافة الاعتدال، وشاركت فيه مجموعة شبابية أتت من المملكة العربية السعودية. فإن فنجان قهوتنا الرابع هذا يدخل في سياق سعينا من أجل تقديم واجب التقدير والاحترام للإعلام اللبناني المميز، أكان مكتوبا أو مرئيا أو مسموعا، ثم من أجل تعزيز وتأكيد مناح التواصي والتواصل والسعي نحو ثقافة الاعتدال والوسطية. على كل ما من شأنه تأكيد عمق العلاقات بين بلدينا وبين شعبينا الشقيقين، وتطلعنا إلى تنميتها وتطويرها في شتى المجالات وإلى أبعد مدى ممكن. على أمل أن هذا البياض يحل على أصحاب الشأن بالبلد ويصير في عنا حكومة قريبة إن شاء الله. لأن نحكي على إلغاء الحواجز وردم الهوة بين المجتمعات، بين الثقافات والأديان أيا كانت المعتقدات. اللقاء تخلله تكريم السفير السعودي لعدد من الإذاعيين بينهم الإعلامية وردة الزامل. من صوت لبنان إلى إذاعة الشرق اللي بحيي كل الزملاء هناك وهنا، بحييهم جميعا. بدي أقول لك ما حملت عكتافي إلا الوطن لبنان اللي بعرف قديش حضرتك بتقدره وبتحبه.
وخلال الحفل تم الإعلان عن الإعداد لفنجان قهوة 5 والذي قد تشارك فيه نخب ووسائل إعلامية سعودية. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان أدلى بإفادته في قضية الشويفات وأخذ صفة الادعاء الشخصي بمحاولة قتله، معتبرا أن ما حصل في الشويفات كان نتيجة لقرار سياسي مسبق. شكلت قضية شويفات محور إدلاء رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان بإفادته في قصر العدل في بعبدة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان قولة منصور وسط حشد من المناصرين الذين تجمعوا أمام قصر العدل. إرسلان سمى للقاضي منصور أسماء الشهود وأدلى بكل ما لديه من معطيات، معتبرا أن الجلسة كانت ممتازة، إلا أنه أشار إلى أن هناك خطأ كبيرا قد حصل من قبل النيابة العامة بادعائها على الشبان الثمانية بتهمة من دون وجود أي دليل حسي أو شهود عيان أو طبيب شرعي أو أدلة جنائية، لافتا إلى تسجيل الاعتراض في المحضر. ليكون نزيه وشفاف عليه أن يتحمل مسؤولية الاتهام المباشر، مش يفشوا خلقهم بناس معطرة لا تتحمل مسؤولية الذي حصل. الذي حصل في الشويفات حصل نتيجة قرار سياسي مسبق، التستير على حدا على قاعدة انه الفاجر بياكل مال التاجر بهالبلاد مع طلال إرسلان ما بتمشي ولا رح تمشي. إرسلان ختم تصريحه بالقول لسنا القتلة ومستعد للمساعدة في إيجاد القتلة وأمين السوق بريء حتى تثبت إدانته، وإذا كان جنبلاط يريد القضاء فنحن أيضا نريده، لكن لن نقبل بقضاء على أمين السوق بدون قضاء على أكرم شهيب. أمنيا، أصدرت قيادة الجيش بيانا أعلنت فيه أنها وفي إطار ملاحقة تجار المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية ونتيجة للمتابعة تمكنت مديرية المخابرات بعد عملية نوعية في أحد فنادق منطقة جبل لبنان من توقيف المدعو ميمبا أحد كبار تجار المخدرات في المنطقة المذكورة والشريك الأساسي للمطلوب علي مندر زعيتر والملقب بأبو سلة في عمليات ترويج المخدرات وبرفقته المدعوة لامحة، وذلك بعد رصدهما وهما يروجان في منطقة الضي، وقد ضبطت بحوزتهما كمية مختلفة من المواد المخدرة بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية متنوعة، وقد بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص. أفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية أن قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزيف فوتل وخلال جولته في اليومين الماضيين على المسؤولين اللبنانيين أعاد تأكيد التزام الحكومة الأمريكية على تعزيز الشراكة اللبنانية الأمريكية ودعمها للجيش اللبناني بصفته المدافعة الشرعية والوحيدة عن لبنان. تتابعون بعد الفاصل. قمة روسية تركية وموسكو تحذر الأوضاع في إدلب تتدهور. أول عملية نوعية للمقاومة اليمنية في صنعاء وأنباء متضاربة حول تقديم رئيس فريق المراقبين باتريك كاميرت لاستقالته نتيجة للتضييقات الأمنية الحوثية. عادت صنعاء إلى مسرح العمليات العسكرية النوعية مع إعلان المقاومة اليمنية تفجير مخزن صواريخ تابع للميليشيات الحوثية في ضاحية وادي القيد التابع لمديرية سنحان جنوبي العاصمة ليلة الثلاثاء. وأكدت مصادر المقاومة أن تفجير المخزن تم بواسطة صاروخ موجه محمول، إذ تعد هذه العملية الأولى بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. سياسيا، غادر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ورئيس فريق المراقبين باتريك كاميرت صنعاء، ويأتي ذلك في وقت تضاربت الأنباء حول استقالة كاميرت من منصبه اعتراضا على عملية إعادة الانتشار الصوري التي قامت بها ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة من خلال سحب عناصرها بلباس مدني وتسليم الميناء لحوثيين آخرين بلباس قوات خفر السواحل. وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن خلافات نشبت بين كاميرت وجريفيث بسبب التراخي الأخير في تطبيق قرار وقف إطلاق النار، إضافة إلى تعرض موكب كاميرت إلى إطلاق نار وتضييقات أمنية من قبل الميليشيات.
في الشأن السوري يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم في موسكو محادثات حول سوريا. وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الرئيسين سيبحثان الوضع في سوريا في ضوء قرار الولايات المتحدة سحب قواتها هناك، إضافة إلى أن القمة ستولي اهتماما خاصا لسير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب، وستبحث سبل عقد قمة روسية تركية إيرانية جديدة حول التسوية في إطار عملية أستانا. من جهتها حذرت موسكو من أن جبهة النصرة باتت تسيطر بشكل شبه كامل على إدلب، وأن الوضع في منطقة خفض التصعيد يتدهور بسرعة. أعلن المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيترسون عن زيارة مرتقبة إلى كل من تركيا وإيران. وفي تصريح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قال بيترسون إن موعد الزيارة لم يحدد بعد، مشيرا إلى أنها ستكون في المستقبل القريب. ومن المقرر أن يبحث المبعوث الأممي إلى سوريا خلال زيارته إلى أنقرة وطهران الملف السوري، خاصة العملية السياسية المتمثلة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية. ميدانيا، سقط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة قرب مقر فصيل سوري معارض في منطقة عفرين في محافظة حلب شمالي سوريا. وقالت مصادر محلية إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر فصيل أحرار الشرقية المدعوم من تركيا. ويأتي هذا التفجير بعد 3 أيام من انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة عفرين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. كشفت وكالة انترفاكس الروسية أن رئيس جهاز الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومدير الاستخبارات السعودية في 21 من كانون الثاني الجاري في الرياض، لافتة إلى أن المحادثات تناولت التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وسبل حل الصراعات في المنطقة. كما اجتمع ناريشكين مع رئيس الاستخبارات السعودية. هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشن هجوم وصفه بالقاتل على قطاع غزة، مؤكدا أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات وأن الرد سيكون مؤلما. كما أوعز نتنياهو بإلغاء نقل دفعة الأموال القطرية إلى غزة المقررة اليوم. ميدانيا، أغارت مقاتلات الاحتلال الليلة الماضية على أهداف عدة لحماس شمال القطاع، نتج عنها استشهاد أحد أفراد حماس وإصابة 4 آخرين بجروح. أعلن تجمع المهنيين السودانيين وثلاثة تحالفات معارضة عن انطلاق مسيرات احتجاجية مناهضة للحكومة في كل أنحاء البلاد الخميس. يأتي ذلك فيما بدأ الرئيس السوداني عمر البشير زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يلتقي خلالها بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في أول زيارة للبشير خارج البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية. تمكنت الشرطة المغربية من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 13 فردا ينشطون في مدن عدة من بينها الدار البيضاء. وذكرت الداخلية المغربية أن العملية أسفرت عن اعتقال المشتبه بهم ومصادرة أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى وثيقة مبايعة تنظيم داعش. تتابعون بعد الفاصل. رحيل الأب الشرعي للسينما اللبنانية. أهلا بكم من جديد. أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تعميما طلب فيه التعاون مع فريق عمل وحدة إدارة مخاطر الكوارث. رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أصدر تعميما لجميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة طلب فيه التعاون والتنسيق مع فريق عمل إدارة مخاطر الكوارث، بما أنها تعمل خلال الحالات الطارئة كمركز وطني لعمليات الطوارئ وتنسق مع لجان إدارة الكوارث والأزمات لدى كافة الوزارات والمحافظات وغرف عمليات الجيش والقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر، وتكون مهامها إقامة الدراسات وحملات التوعية والتدابير الاحترازية، وذلك خارج الحالات الطارئة. وفي هذا الإطار صدر القرار في العام 2013 المتعلق بإنشاء لجنة لدى رئاسة مجلس الوزراء لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، وقرار آخر في حزيران 2018 المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لوضع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث.
ولما للتعاون والتنسيق بين كافة المعنيين من أهمية قصوى لتدارك أخطار الكوارث والاستعداد لها ومواجهتها. النائب بهية الحريري أشارت إلى أنه لابد من أن تتشكل الحكومة في النهاية وينطلق البلد من جديد. أشارت النائب بهية الحريري إلى أننا في لبنان نمر في أزمة ولسنا نحن من صنع هذه الأزمة، ولا بد في النهاية أن تتشكل الحكومة وينطلق البلد من جديد، في متابعة رسالته الفريدة بطموح أبنائه وحبهم للتطور والنجاح. كلام الحريري جاء في اجتماع الهيئة العامة للشبكة المدرسية لصيدا والجوار عقد في مجد ليون بحضور رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وممثلون عن مدارس الأونروا وعدد من الجامعات. الحريري أكدت على أهمية ما تقوم به هذه الشبكة على صعيد مواكبة كل جديد في التربية والتعليم، كما شددت على ضرورة فتح أفاق للأجيال الجديدة والعمل على تنمية المهارات، معتبرة أن التعليم هو البوابة الأساسية للتغيير. وجرى عرض تقييمي للمراحل التي قطعها مشروع الفرز من المصدر الذي أطلقته الحريري أواخر العام الماضي، كما جرى البحث في التحضيرات التي تنظمها للذكرى 14 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري. أمنيا، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف شخصين لبنانيين بالجرم المشهود خلال ترويجهما ورقة نقدية مزيفة من فئة 100,000 ليرة داخل أحد الأفران في البداوي. بالتحقيق معهما اعترف بالحصول على العملة المزيفة من شخص ملقب ببوباكس، كما اعترف بترويج مبلغ 1,000,000 ليرة لبنانية في منطقة البداوي ومحيطها قبل يوم من توقيفهما. وقد استدرجت قوى الأمن الداخلي المدعو بوبكاس وأوقفته، وتبين أنه أيضا لبناني اعترف بما نسب إليه وباستحصاله سابقا على مبلغ 2,000 دولار من فئة 50 دولار المزيفة من شخص متوار عن الأنظار داخل مخيم البداوي. إلى ذلك، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مهربا سوريا على متن جيب من نوع شيفروليه وبرفقته 8 أشخاص من التبعية السورية، بينهم 3 أطفال دون 10 سنوات في بلدة صوير البقاعية، وذلك بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة. وقد سلم الموقوفون إلى مخفر بيدر العدس في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء المختص. بعد الكشف الصحي لمراقبي وزارة الصحة العامة على محل بيع فراريج مجلدة في حي غفرة في بعلبك، تبين أنه مشكوك في سلامتها، فأبلغت بلدية بعلبك وفريق سلامة الغذاء في البلدية جهاز أمن الدولة، فتمت مداهمة المحل المذكور بمؤازرة عناصر أمن الدولة، وتمت أيضا مصادرة نحو 600 كيلوغرام وتلفها ونقلها بسيارات بلدية بعلبك. وقد تم تصدير محضر ضبط بحق صاحب المحل وطلب منه الالتزام بالشروط الصحية، كما اتخذت بحقه الإجراءات اللازمة. غيب الموت المخرج اللبناني العالمي جورج نصر عن عمر نهز 92 عاما على أن يقام له مأتم حاشد غدا الخميس في كنيسة مارمارون طرابلس. والكدراج بيزبط معي بنتعش، وفيلم الطويل إذا ما انتعشت 15-20 مرة بيكون في شيء غلط. مودعا عاصمة الشمال طرابلس، أسدل الستار على المشهد الأخير من حياة المخرج اللبناني العالمي جورج نصر بعدما غيبه الموت عن عمر يناهز 92 عاما. المخرج السينمائي من مواليد 15 حزيران 1927 أتم دراسته الابتدائية والتكميلية والثانوية في مدرسة لفرير طرابلس وتخرج منها ببكالوريا تجارية. اتجه إلى التخصص في الهندسة المعمارية في الولايات المتحدة، ولكن عشقه للسينما كان واضحا، إذ كان يشاهد نحو 8 أفلام أسبوعيا، وهذا ما دفعه إلى التوجه نحو دراسة الإخراج السينمائي والحصول على الإجازة بتفوق. طبيت على الطاولة هيك قالوا لي بك شيء، لا تركوني خليني أسلس بالمشهد. تدرب بين استديوهات هوليوود وفرنسا، لكن حلمه بتأسيس سينما في لبنان دفعه إلى العودة للوطن عام 1955 وإنتاج فيلمه الأول إلى أين بعد سنة واحدة، الذي صورت بعض مشاهده في إهدن وسلط الضوء على معاناة المهاجرين اللبنانيين إلى أمريكا والبرازيل.
الفيلم وصل إلى مهرجان كان وصنف بين الأفلام الثلاثة الأولى عام 1975، ما أدى إلى إدراج لبنان للمرة الأولى على الخريطة السينمائية العالمية ليصبح لقب جورج نصر الأب الشرعي للسينما اللبنانية. لو كملت بدي كنت أعطي أكثر، أحكي عن لبنان أكثر، أخلق فعلا سينما لبنانية على مدى طويل. بعد 60 عاما على عرض إلى أين في مهرجان كان، كرمت بيروت جورج نصر في مطلع العام الماضي، حيث تم إنتاج نسخة مرممة من الفيلم إضافة إلى أعداد وثائقي عن المخرج العالمي عنوانه نصر. ولم تقتصر مشاركة نصر في مهرجان كان عن فيلمه إلى أين، بل تبعتها مشاركة أخرى عام 1962 مع فيلم الغريب الصغير. وفي عام 1973 أخرج نصر فيلم المطلوب رجل واحد الذي صور في منطقة كسب على الحدود السورية التركية، ومثل سوريا رسميا في مهرجاني موسكو وقرطاج. كل العوازل ما بيهمونا، الله يجازيكم يا عادينا. تتابعونا في الاقتصاد بعد الفاصل. الاتحاد للطيران تقاضي إير برلين في بريطانيا. النشرة الاقتصادية مع باسل خطيب. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. ارتفع الجنيه الاسترليني فوق دولار 30 اليوم بفضل مؤشرات على أن المشرعين البريطانيين سيتحركون للحيلولة دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. ومع ضيق الوقت المتبقي حتى الموعد النهائي للانفصال البريطاني في 29 من آذار مارس، لا يوجد اتفاق في لندن بشأن كيفية خروجها من أكبر تكتل تجاري في العالم، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه. لكن حزب العمال البريطاني المعارض قال اليوم إن من المرجح بشدة الأسبوع المقبل أن يدعم تعديلا يمكن أن يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وينظر إلى انسحاب بريطانيا دون اتفاق على أنه أسوأ سيناريو للبريتش باوند، ودفع ذلك العملة البريطانية للارتفاع بنسبة 0.3% مقابل الدولار، وبلغت دولار 30.5 وهو أعلى مستوى في شهرين. كما صعد البريتش باوند للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الأوروبية الموحدة ليصل إلى 87.45 لليورو. استقرت أسعار الذهب بعدما حققت أكبر مكاسبها منذ 9 يناير كانون الثاني في الجلسة السابقة، وسط ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري بين أمريكا والصين. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1284 دولار للأونصة، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية أمس. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.3% إلى 15 دولار 38 للأونصة. ومن الذهب إلى النفط، حيث ارتفعت الأسعار بعدما قالت الصين إنها ستزيد الإنفاق للحد من التباطؤ الاقتصادي الذي يضغط على الأسواق المالية. وبلغ خام القياس العالمي برنت 61.85 دولار للبرميل في العقود الآجلة بزيادة 35 سنت تعادل 0.6% عن الإغلاق السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو ما يعادل 0.5% إلى 53.26 دولار للبرميل. وجاء ارتفاع الأسعار بعد هبوط بلغ 2% في عقود الخام الآجلة وتراجع في الأسواق المالية العالمية أمس، حيث دفعت المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية أو الذهب. وقالت وزارة المالية الصينية إن الحكومة ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم الاقتصاد الذي سجل العام الماضي أقل معدل نمو منذ العام 1990. في عالم الطيران، قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبو ظبي إنها بدأت إجراءات دعوى قضائية في لندن على مديري شركة إير برلين. وفي ديسمبر كانون الأول رفع مدير عملية الإفلاس للشركة الألمانية دعوى قضائية على الاتحاد للطيران للمطالبة بتعويضات تصل إلى 2 ملياري يورو أو 2.260 مليون دولار أمام محكمة في برلين. وقال إن الاتحاد لم تفي بالتزاماتها المالية تجاه إير برلين،
وقال متحدث باسم الشركة الإماراتية إن الاتحاد المملوكة للدولة أقامت دعواها يوم الأربعاء أو بالأحرى اليوم أمام المحكمة العليا في لندن. نهاية أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة. وفي الرياضة بعد الفاصل، بولت يعتزل كرة القدم قبل أن يبدأ مسيرته فيها. الأخبار الرياضية مع هبة زيدان. مساء الخير. تأهل منتخب قطر لمواجهة كوريا الجنوبية بربع نهائي بطولة كأس آسيا 2019 بفوزه على منتخب العراق بهدف نظيف ضمن الدور 16 من البطولة، وقاد بسام الراوي منتخب قطر للفوز بهدف أحرزه بدقيقة 62 من ضربة حرة مباشرة ليتأهل منتخب بلاده إلى الدور المقبل، ما يعني اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. أكدت وسائل إعلام إسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز هنأ المدرب سانتياغو سولاري على أداء ريال أمام إشبيليا ويلي انتهت بفوز ريال بنتيجة 2-0. المصادر نفسها كشفت شرط من مسؤولي ريال على المدرب سولاري يلي بيمتلك عقد مع الفريق حتى عام 2021، وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني للبقاء بمنصبه، وإذا فشل رح يكون خارج البرنابيو ورح يكون ماسيميليانو أليجري مدرب اليوفي الخيار الأول لتعويضه. بدوره عبر المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي عن ثقته الكبيرة بنجاح صفقة بارسا الجديدة للاعب الغاني كيفن برينس بواتينغ، مؤكدا أنه رح يضيف المزيد للفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي. وأضاف فالفيردي: بواتينغ جيد ويمتلك خبرات في الدوري الإسباني، نتمنى أن يساعدنا، خاصة أن إشبيليا فريق كبير يمتلك خبرة كبيرة في الأدوار الإقصائية ونحن بحاجة للاعب مشاكس. أوضحت تقارير صحفية إسبانية أيضا أنه نادي ريال مدريد الإسباني قد يدخل بأزمة جديدة ورح يكون محور هالأزمة قائد الفريق سيرجيو راموس، وبحسب التقارير الصحفية فأن راموس يرغب بتجديد عقده مع النادي الأبيض ويريد زيادة راتبه إلى 18 مليون يورو سنويا، علما أنه هو بيتقاضى حاليا 10 ملايين يورو. وبحسب التقارير فإن إدارة الريال لم تكن موافقة على ما أدلى به القائد الإسباني حين ارتبط اسم المدير الفني الإيطالي كونتي بتدريب الفريق الملكي خلفا للمدرب المقال لوبتيغي، حيث قال حينها راموس: الاحترام لا يفرض بالقوة بل يكتسب. كما أنه منذ شهر تقريبا كاد أنه راموس يخسر احترامه من قبل أصدقائه اللاعبين، حيث قام المدافع خلال التدريبات بضرب الكرة بشكل متعمد أكثر من مرة على أحد زملائه، كما أنه إسكو لا يتحدث معه أبدا. أيضا بأخبارنا، قرر العداء الأولمبي وحامل الأرقام القياسية أوسين بولت أنه يعتزل كرة القدم المحترفة بعد فشله بالتعاقد مع أي فريق. وكان بولت يلي حلمه اللعب مع مانشستر يونايتد قد بدأ تدريباته مع فريق دورتموند، لكن الفريق الألماني لاحظ أنه بولت عنده الكثير من الشغل قبل ما يصبح أيضا مناسب له. بعد ذلك توجه بولت نحو فريق آخر أسترالي يلي بدوره لم يقدم أي عرض لبولت لنفس الأسباب، لأنه بولت دايما كثير الانشغالات، وبسبب ذلك قرر بولت أنه يستغني عن حلمه وقال: للأسف لم أقارب الأمور بالطريقة المناسبة، ولقد تعلمت درسي، كانت خبرة جيدة لي ولقد استمتعت بتواجدي في الفريق الأسترالي، وكانت الأمور مختلفة عن رياضة الركض، كانت الأمور جميلة إلى أن انتهت قبل أن تبدأ. إذن ختام نشرتنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. ختاما تذكير بالعناوين. نقل دولة الرئيس هذا الاطمئنان الذي سمعه من دولة الرئيس سعد الحريري. الرئيس بري متفائل بقرب تشكيل الحكومة ويتحدث عن زخم جدي لمسه من الرئيس الحريري. الرئيس حريري نيته صافية من ناحية تشكيل حكومة منتجة.
أمين عام تيار المستقبل يؤكد دعم خطوات الرئيس الحريري لضمان استقرار لبنان وتشكيل الحكومة بالطريقة التي يراها مناسبة. أول عملية نوعية للمقاومة اليمنية في صنعاء وخلافات حادة بين جريفيث وكاميرت. تابعنا في الاقتصاد، عملة بريطانيا تقفز إلى أعلى مستوى لها في شهرين. وكان في الرياضة، قطر تتغلب على العراق وتبلغ ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.